قدمناها لكم في مذكره للوزاره لرئاسه الحكومه. تفضل فهمت. نعرف انه نحن عندكم ضعف سيدي. نعرف انه عندكم ضعف قاتل في الاقتصاد لانه ما عندكمش انت كفاءات واطارات وكوادر. هذا هذا هذا, هذا راي هي راي هذا اثبتته التجربه تشكيك الفشل. لا انا انا بتجاوز لا فمي لا فمي ظهر لي عمل الترقى بيان سور. انت مع الفمي انت ليبرالي ليبرالي انت لا انت ليبرالي مع الامريكان انت سيدي انت تعني وانت مع سكور مع الصاينه كده مع الامريكان انت لا سيد وزير مفضلك انت مع الامريكان انت مع سكور انت مع سيد وزير انت مع مرخوجه انت مع الصاينه انت مع سكور احترم روحك انا نحترم روحك اما كتقول لي انت الامريكان روحك انت فرحان بلا فمي انا ضده واللي ضد الشعوب يا سيدي نواصل في المقترحات لو سمحت نواصل في المقترحات نضرب فيه موضوعي. انا ما نجمش نشارك في حوار من هذا القبيل. هذا الوزير فهمتي ولا ما يحترمش النقاش بكل 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 احنا وصلنا لهذا الحد يعني. لا تحترم النقاش وانت لست مؤهلا له. مفضل انت لست مؤهلا له وانت مؤهل سيدي مؤهل ومؤهل. انت فين عرفت الديمقراطيه؟ انا مؤهل اكثر منك انت. انت فين عرفت انا مؤهل؟ عرفت في قطر وعرفت عند الامريكان انت عامل لهم عندنا مرخوجه انت اللي عامل لهم انت عامل للصاينه والامريكان سي شكري من فضلك من فضلك من فضلك. طب انا وصلت مسيره انت تقول لي انا صاينه انت تقول لي انت تقول لي